من مركز الاتحاد للأخبار، جولة رياضية جديدة نأخذكم من خلالها لأبرز الأحداث الرياضية المحلية والعربية والعالمية، ونبدأها بأبرز العناوين. قفز الحواجز يهدي الإمارات الميدالية السابعة بأسياد هانغ تشو. مانشستر يونايتد يرسم علامات استفهام كبيرة لمحبيه بإخفاقات جديدة في أوروبا. النرويجي بيرستراند يفوز بلقب سباق مونسترلاند جيرو للدراجات في ألمانيا. أهلا بكم. أضاف منتخبنا الوطني للفروسية الميدالية السابعة بمنافسات النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية. وصلنا إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قفز الحواجز يهدي الإمارات الميدالية السابعة بأسياد هانغ تشو. مانشستر يونايتد يرسم علامات استفهام كبيرة لمحبيه بإخفاقات جديدة في أوروبا. والنرويجي بيرستراند يفوز بلقب سباق مونسترلاند جيرو للدراجات في ألمانيا. شكرا لحسن المتابعة، عمتم نسألة.